طبعا علم النفس المحاضرة الأولى، بداية نأخذ مراحل تطور علم النفس عبر التاريخ. 1، الأفكار البدائية، فسرت وجود الروح وعلاقتها بالجسم، وبينت أن بها حياة الجسم وحركاته ونشاطه، وهي أصل الأفعال والحركات الصادرة عنه، وهي موجودة في جميع الكائنات من الإنسان وحيوان ونبات. يعني مرحلة الأفكار البدائية أن النفس هي نفس الروح، ما دام الروح موجودة فالنفس موجودة سواء بالإنسان سواء بالحيوان أو حتى النبات اللي عمال تنمو فيها روح فهي فيها نفس، وهي مصدر علاقة الجسم، هذا الجسم بمكونات البيئة اللي موجودة في محيطه. هي الأفكار البدائية. 2، مرحلة الفلسفة القديمة، وهو محاولة فهم العالم وتفسير الظواهر الطبيعية من خلال الملاحظة والتمحيص. بعد مرور من الزمن، فترة من الزمن طبعا فترة طويلة، صار في عنا شيء اسمه تفسير ملاحظة وتمحيص، انه هذا الانسان كيف عمال يتحرك، كيف عمال يتصرف، طب ليش عمال يتصرف التصرف، ليه عمال يسلك هذا السلوك، فتم ملاحظة هذه الامور وتم تحليلها وتمحيصها. 3، مرحلة انعاش العلم، تمخضت الثورة الصناعية عن مجموعة اكتشافات علمية وظهور ابحاث أو البحوث العلمية المختلفة لدى الغرب كأبحاث جاليليو ونيوتن اللي ساهمت طبعا كافة العلوم بعد الثورة الصناعية، وتم الاهتمام بالإنسان كفرد كشخصية مستقلة، وكيف هذا الإنسان بيأثر على المحيط أو بتأثر في المحيط، إنه هذا الإنسان عم بتكون نفرض نفسية هذا الإنسان أو سلوك هذا الإنسان تعبانة أو ليست على ما يرام، فهو يؤثر على الإنتاج، فهو يؤثر في الثورة الصناعية، فهو يؤثر شو على الإنتاج، وبالتالي تم ربط هذه النفس أو من ثم السلوك هذا الشخص بما يحمله من مشاعر وعواطف وحركات وأفعال مع شو مع الإنتاج أو مع المحيط به أو الأسرة أو كان أفراد الآخرين. مرحلة العلم الحديث اللي هذا نحن فيها، 4 مرحلة، مرحلة ظهور التجربة والتطبيق للمعارف والعلوم، حيث ازدهرت وتوسعت الأبحاث الفيزيائية وغيرها من العلوم التي تعتمد أسلوب التجربة والتطبيق، وفي علم النفس، وتطور علم النفس كعلم مستقل، وظهور أول مختبر لعلم النفس في ألمانيا على يد ويليام فوند. تم هنا في المرحلة، مرحلة العلم الحديث، تم إخضاع هذه السلوكيات، هذه الأفعال، هذه التصرفات اللي يقوم فيها هذا الإنسان إلى شو؟ إلى تجارب، إلى تجارب علمية. أشهر تجربة بافلوف اللي هي مثلا عن جاب كلب وحطه، صار عم يقدم له أكل، حط له مثلا وجبة طعام، صار يقرع الجرس، عم يحط له وجبة طعام، شو صار فيه؟ صار لعابه يسيل، يقرع الجرس. بعدها شو سوى؟ عن هذا محرض أولي محرض ثانوي اللي هو الجرس والأكل وجبة الطعام، محرض أولي. بعد فترة لغى الأكل، بطل حط له وجبة أكل، صار يقرأ الجرس. لاحظ عليه السلوك شو هو؟ عن يقرأ الجرس، عن دق الجرس، صار الكلب يسيل لعابه مع أنه ما في أكل، فهي أنه غريزة عن سمع الجرس، معناته هون شو في عنده؟ في وجبة طعام، مع أنه ما في بالأصل وجبة طعام، وعند بيصير عنا وجبة طعام لازم بعد ما يشوف هذا الكلب وجبة الطعام
انه يصير لعابه، ولكن بمجرد قرع الجرس تم انه لعاب الكلب يصير. فهذا اخضاع السلوكيات الى التجارب العلميه. او مثلا يعني انه مثلا شخص ما بديروا نفرض على حديقه او على غابه او على شو من اي ايا كان. طيب هاي الغابه ما فيها شيء، ولكن شخص ما اجى حكى له انه والله في ذئب بهي الغابه، في اسد، في كذا 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 كذا. فهون قبل ما يفوت الغابه، قبل ما يفوت لهذا، شو صار عنده؟ صار عنده عامل خوف. ما قبل ما يشوف لسه هذه الغابه او هذا المكان. أسس العلم، علم النفس، يرتكز علم النفس على ثلاث أسس: الفهم والتنبؤ والضبط. واحد، الفهم هو محاولة معرفة العلاقات التي تربط بين الأشياء والمواضيع المختلفة بحسب الأحداث والظروف المحيطة بها، ومحاولة تفسيرها ومعرفة أسبابها. مثل ما ذكرنا، عندك تفهم أي هذا الإنسان، بدك تفهم تصرفاته، سلوكه. عن النفس، شو هو السلوك اللي بيقوم فيه هذا الإنسان؟ نتيجة فهم هذا السلوك. طب هذا السلوك مرتبط بمكان معين أم لا؟ هذا السلوك مرتبط بأشخاص معينين أم لا؟ مرتبط بزمن معين أم لا؟ طيب بناء على فهم هذا السلوك وارتباطه بالمحيط حواليه، بالظروف المحيطة حواليه، بالأشخاص، بالبيئة المحيطة حواليه، بتم شو؟ تفسير إنه ليش هذا الإنسان عم يتصرف هذا التصرف أو بيسلك هذا السلوك. يعني عم بشوف شخص، لنفرض عم بطلع بالشارع، عم بطلع بالحارة، بيسب أو بيعيط أو بيكون الجيران. طب هذا تصرف سيء. طيب ليش هذا عمال يقوم هذا بهذا التصرف أو هذا السلوك السيء؟ مدى مثلا علاقته مع الجيران، في حدا علاقة مع الجيران إلا لا؟ في علاقة في الداخل في الأسرة أما لا؟ عن تربط هاي الأحداث كلها بتفهم إنه هذا الشخص ليه عمال بيقوم بهذا العمل. هل هو مثلا لنفرض نتيجة ضغط داخلي مثلا في الأسرة عم بطلع بنفس برا، أو مثلا برز عضلات مشان الحارة؟ شو هي ماهية هذه التصرفات؟ التنبؤ، توقع نتائج الأحداث الظواهر وتحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة عن الظاهرة واستنتاج طريقة سير الأحداث. كيف يعني نحن التنبؤ؟ عن شوف نحن نفرض طالب، لنفرض في الابتدائي، طالب ابتدائي أو طالب إعدادي أو لنفرض في الجامعة. طيب هذا الطالب عمال تشوفه عمال يشارك مع الأستاذ، عم بيسأل الأستاذ السؤال، الأستاذ عم بيسأل، هو عم بيجاوب، بتلاقي فيه نشيط. طيب هذا نتيجة هذا السلوك الراهن، النشاط طالب وتفاعله مع الأستاذ، الأستاذ ممكن يتنبأ بشو؟ بمستقبل علمي لهذا الطالب، بمستقبل أكاديمي لهذا الطالب، إنه هذا الطالب مستقبلا راح يصير شو؟ متفوق، راح يصير مثلا صاحب شهادات عليا. بناء على شو؟ بناء على الأحداث اللي عمال تصير حاليا، تم التنبؤ بتصرفات وسلوكيات ومستقبل هذا الشخص. هذا التنبؤ. الضبط، توجيه الظروف والأحداث وتنظيمها بطريقة تضمن للفرد الوصول إلى النتائج والأهداف المرغوب بها. هل عمليا نحن فينا نضبط تصرف شخص ما؟ طبعا فينا نضبط تصرف شخص ما. طب لأن هذا الشخص، هذا الطفل عمره مثلا نفرض في سن المراهقة، تم اجتماعه مع شباب تانيين أو مراهقين آخرين عمال يدخنوا. طب هذا بطبيعة الحال راح ينجر وراء هدول الأشخاص وراح يدخن. طب هذا السلوك، نحن ما بدنا إياه، سلوك التدخين نفرض.
ما بدنا اياه. طب كيف نحن راح نضبطه؟ كيف نحن راح نضبطه؟ هو ابعاده عن هذا المحيط، هذا ابعاده عن هذا المحيط، ابعاده عن هؤلاء الافراد. نتيجه ابعاده توجيهه ونصحه واعطاه مثلا معلومات عن التدخين وضرار التدخين، راح شو راح نسوي؟ راح نرجع له المسار الصحيح ونضبط مساره وتصرفاته وسلوكه. إذا أساس علم النفس يعتمد إلى ثلاث أسس: الفهم، التنبؤ، والضبط. ترتكز خصائص وسمات علم النفس على حالتين. واحد، الحالة النظرية هي مراقبة وملاحظة سلوك فرد وما يحيط به من أحداث وظواهر بهدف الوصول إلى استنباط المبادئ والأساسيات التي تضبط هذه الظواهر والأحداث. إذن أول حالة بتم فيها إنه بترتكز عليها خصائص سمات علم النفس، الحالة النظرية. الحالة النظرية هي عبارة عن شو؟ عبارة عن إنك تراقب سلوك هذا الفرد، إنك تلاحظ سلوك هذا الفرد، تصرفاته، علاقته مع ذاته، علاقته مع الجيران، مع العائلة، مع المحيط، مع المجتمع، كيف بتصرف، كيف بتعامل، وعبارة عن شو بدك أنت تسجل هذه الملاحظات وهذه الاستنتاجات. طب الحالة التطبيقية، الحالة النظرية، الحالة التطبيقية تتمثل بالاستفادة من هذه المبادئ والأساسيات العامة في تنظيم وتوجيه السلوك وتحسينه. أنا بعد ما سجلت قيمت هي الحالة، كيف تصرف هذا الإنسان، كيف بيتصرف، كيف سلوكه هذا الإنسان مع الأسرة، مع المحيط، مع المجتمع، الحالة التطبيقية نتيجة شو، كيف تطبق، كيف بدي أطبق هاي المبادئ وهي الأفكار اللي سجلتها والأسس على أرض الواقع. إيمت من تطبقت إنه بدي أعمل له هيك، بدي أسوي هيك، بدي أعمل هيك بالمجتمع، بدي أسوي هيك، بدي أغير له مثلاً، بدي أنصح، بدي إيمت من تطبقت على أرض الواقع صفت حالة التطبيقية. هذا الفرق بين حالة النظرية الورقية بس استنتاج واستنباط، والحالة التطبيقية هي العمل. عمل شو؟ عمل ما إنه عمل اللي نحن استنبطناه واستنتجناه وكتبنا الملاحظات تبعيته. تظهر أهمية علم النفس بقدرته على الفصل والتمييز بين السلوك السوي والسلوك المنحرف أو المرضي ومحاولة تعديله وتوجيهه وإرشاد الفرد للاختيار الصحيح. مثل ما هنشوف مستقبلا أن السلوك ينقسم إلى قسمين، إما سلوك سوي أو سلوك منحرف. المنحرف هو السلوك المرضي، وكيف نميز السلوك السوي عن السلوك المنحرف أو السلوك المرض. جوانب دراسة السلوك، أن ندرس نحن السلوك شو هن الجوانب أو محاور اللي نحن راح ندرسها بالسلوك. واحد، فهم السلوك، أي تحديد مكونات موضوع السلوك بطريقة شاملة بهدف وصفه وصفا دقيقا يمكن من تفسير مكوناته ومضمونه والتعرف على الدوافع التي تحدد السلوك، حيث هناك أسباب ودوافع ترتبط بالهدف من السلوك. فكل فرد عندما يقوم بعمل سلوك إنما يكون سلوكه محققا وفق حاجات ومطالب الفرد التي يعمل من أجلها. أنت حتى نشوف نحن هذا السلوك، نفهم هذا السلوك، نربطه بالشخص، نربطه بالمحيط، ليش عمال يساوي هذا السلوك. أنا عم بدي أجي هذا مثلا الشخص، لنفرض كل نهار مثلا عم بروح بيمشي بيرجع، هذا اسمه السلوك. طب ليش هذا عم بيمشي بروح بيرجع؟ والله عم بساوي رياضة، أو مثلا وزنه زائد عمال
طبعا هذا الشخبطة على اللوح هذا بيدل على كبت نفسي رهيب عند هذا الطالب، معاني من أزمات عاطفية. طيب، أول شيء فهم السلوك. اثنين، توقع السلوك أو تنبؤ السلوك، أي ما هو السلوك الذي يتوقع حدوثه أو نتنبأ بحدوثه. في الفهم الصحيح للسلوك غالبا يؤدي إلى التوقع والتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه مستقبلا. فإذا كان هناك متعلم الذي يتصف بقدرة عالية من المثابرة على التحصيل وقرب بذكاء عالي، فإننا نتوقع لهذا المتعلم مستقبل علمي، مثل ما ذكرنا عن التنبؤ بناء على شو؟ التوقع بناء على شو؟ بناء على السلوك الحالي. بناء على السلوك الحالي نحن ممكن نتوقع شو راح يصير. طبعا مو بالمية مية، مو دائما عم بيكون الطالب في سن الابتدائي او الاعدادي بيكون شاطر فمعناته هذا راح يصير بروفيسور بالجامعة او ما بعد الجامعة، اكيد لا. بس هذا توقع، هذا تنبؤ، ممكن احنا نتنبأ بناء على الظروف والمعطيات والاحداث والسلوك اللي هو عم يقوم فيها حاليا، ممكن تتغير بعدين وارد، ولكن بناء على السلوك اللي نحن اللي هو تقول قدامنا نحن بنتنبأ او بنتوقع شو راح يصير. تعقد السلوك، هل السلوك الإنساني بسيط أم معقد؟ السلوك الإنساني ليس بسيطا بل معقد إلى درجة لا يمكن عزله عن بقية الجوانب الأخرى من مؤثرات متعددة. فالسلوك الفردي يصدر عن فرد من بين خصائصه أنه، طبعا هذا الفرد هذا الإنسان له خصائص، ضمن الخصائص واحد هو تركيب جسمي عضوي، حفظه الله إياه، يتمثل في مكونات جسمية وعقلية ومعينة. فهذا السلوك يختلف ما بين شو؟ ما بين امرأة ورجل، هذا السلوك يختلف ما بين شاب وبين طفل، نتيجة شو؟ تركيبات جسمية، نتيجة إفرازات الهرمونات، هذا كله بالداخل مع السلوك الذي يصدر عن الإنسان أو هذا الفرد. ذو تكوين نفسي له جوانب عاطفية وانفعالية محددة. طبعا مثل ما قلنا انه بتميز هذا الانسان عن باقي المكونات، له احاسيس، له عواطف، له انفعالات، ذو علاقات اجتماعية، لها سمات وخصائص تتسع وتضيق وفقا لكفاءة تلك العلاقات واستمرارها. وهذا البناء المشار اليه من الخصائص نفت الذكر يعرف في علم النفس بالشخصية، والشخصية تتفاعل في بيئة ذات مكانات مادية وبشرية وذات أطر ثقافية ومعايير اجتماعية، وقد تتوافق الشخصية في البيئة وتلتزم في سلوكها أو لا تتوافق في البيئة والحياة الاجتماعية، فيختل السلوك ويضطرب ويوصف بالسلوك عند إذ بأنه سلوك شاد أو منحرف أو لا سوي. طيب، نحن عندنا هون قلنا شو هي هذا، يعني شخصيته بتختلف عن شخصية الثانية بناء على شو؟ بناء على تركيبته الجسمية، بناء على التركيب النفسي أو التكوين النفسي، وبناء على علاقاته مع المحيط، مع المجتمع، مع الـ كيف بتصرف أو كيف بيتفاعل مع الأفراد الآخرين، كيف بيتفاعل مع المحيط الاجتماعي اللي حواليه. هاي كلها بتمثل لنا شو؟ بتمثل لنا الشخصية. الشخصية بناء على شو؟ على التركيب الجسمي والتكوين النفسي والعلاقات الاجتماعية. بناء عليه إما بتكون هذا الشخص أو هذا الشخصية تتوافق مع المجتمع أو لا تتوافق مع المجتمع. عندما تتوافق مع المجتمع شو بيصير عنا هون؟ بيصير عنا شخصية سوية أو شخص سوي أو سلوك سوي. طبعا عندما لا تتوافق مع المجتمع أو المحيط اللي حواليه بيكون عنا سلوك أو شخصية منحرفة أو لا سوية.
ولذلك فإن الشخصية تختلف وتتبين في خصائصها وسماتها بين مختلف الأفراد، وهذا الاختلاف والتباين يفسر في علم النفس وفق ما يعرف بالفروق الفردية. يعني بيختلف هذا عن هذا عن هذا بناء على شو؟ بناء على أن السمات اللي بيمتلكها كل شخص وتفاعله وخصائصه الجسمية والنفسية والعاطفية والاجتماعية. 4، تكيف السلوك. هل الإنسان في صورته السوية تكيف سلوكه وفق الوسط الذي يعيش فيه؟ إن الله تعالى خلق الإنسان وزوده بإمكانيات التكيف والتلاؤم والتوافق في حياته، وهذه الإمكانيات تجعل كل فرد قادر على أن يتواءم مع معطيات بيئته، سواء كانت تلك الإمكانيات مادية أو بشرية أو مناخية أو اجتماعية أو غير ذلك. فالبناء الجسمي للإنسان يمكنه أن يتعايش مع تغيرات الطقس المختلفة، كما أن سلوك الإنسان يمكن أن يتشكل تبعاً للمواقف الاجتماعية التي يتعرض لها أينما كان. فسلوك الفرد في منزله يختلف عنه في مدرسته أو في عمله، كما يختلف عنه داخل النادي أو السوق. وسلوك الفرد وتصرفاته في حفل غير سلوكه في موقف محزن ومن ثم، فإن كل مجال من هذه المجالات يتكيف ويتوافق سلوك الفرد فيها ووفقا لمتطلبات المواقف الحياتية وتباينها. يعني عندنا نحن هون الإنسان قابل التكيف مع المجتمع أو مع البيئة المحيطة فيه أم لا؟ طبعا عم بيكون هو قابل التكيف، قابل التكيف فهو سلوك سوي وسلوك صحيح. عندما يكون غير قابل للتكيف فهو سلوك غير سوي. هذا طبعا هذا الإنسان أو أي فرد أو أي شخص لا يتصرف نفس السلوك، لا يتصرف نفس التصرف في المنزل أو في المدرسة مثلا أو في السوق. السوق له تصرفات شكل، والبيت له تصرفات شكل، أو الجامعة له تصرفات شكل. طب عندما يكون هذا الشخص لا يميز بين السوق والبيت، فنفس بتصرف نفس التصرف، يسلك نفس السلوك، فهذا يدل على شو؟ يدل على أن هذا السلوك شاذ أو سلوك منحرف. توجيه السلوك، عندما يتم لنا معرفة خصائص وسمات السلوك، هل يمكن توجيه السلوك بوسائل علمية لخدمة الفرد؟ الواقع أن فهم السلوك ووصفه وتحليله يمكن من التوقع والتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه هذا السلوك. فمثلا دراسة السلوك الإنساني تحدد وتيسر الأمور في توجيه السلوك الذي فيه إجماع على أهميته وتوافقه مع الحياة الاجتماعية وما فيه النفع للفرد الذي نوجهه إلى مستقبل علمي أو دراسي أو مهني. يعني بشكل عام نحن عم نفهم هذا السلوك، نفهم تصرفات هذا السلوك وبنحلله الصح، قادرين على شو؟ على تغيير منحى هذا السلوك. عم نشوف نحن الطفل لنفرض كسلان، ما عم يشارك بالمدرسة، ما عم يشارك الأستاذ. طيب هذا السلوك طب فينا نحن نوجهه، فينا نحن نحرفه باتجاه الجانب الصح. يعني بناء على شو؟ بناء على فهم السلوك. طيب هذا نجيب الطفل هذا، طيب انت ليه ما عم تشارك؟ ليه ما عم تقصر في الدروس؟ ليه كذا؟ ليه عم تفهم انه تفهم هذا السلوك ممكن مر بأزمة ما، ممكن في عنده مثلا توفي احد الوالدين الاب الام، ممكن في عنده ظروف مادية صعبة كذا. طب بناء على فهم ليش عم يتصرف هذا السلوك وانت عمال تحلل له هي المشكلة اللي سببت هذا السلوك، الانطواء مثلا او عدم المشاركة، حلت له هي المشكلة، بيرجع هذا الطفل الى شو؟ الى المشاركة والمثابرة مثلا والاجتهاد. فهون شو سبب انت توجهت هذا السلوك؟ او مثلا شخص، منفرض شخص ما كان في عنده قوة جسمانية، فهذه القوة الجسمانية سلوك، نفرض بلعب رياضة نوعا ما، كراتيه أو أي شيء. طب هذا السلوك تم توجيهه نفرض في السرقة،
تنهجين في السرقة أو في العصابات أو كذا. طيب عن فهمت ليش، فهمت هذا نشأة هذا السلوك، ليش ارتبط هذا السلوك مثلا بالقوة البدنية والقتال وكذا، ليه ليش اشترك مثلا بالعصابات، أو ليش، شو هو الدافع، شو منحى سلوكه، شو هو الأساس هذا التصرف. بناء عليه أنت فيك تغير هذا السلوك وتوجهه إلى السلوك السوي. أنواع السلوك، يمكن قول أن الدراسات النفسية تحاول وصف وتفسير ما يصدر عن الإنسان الفرد من السلوك، تمثل في الآتي: واحد، السلوك الظاهر. عن السلوك الظاهر شو يعني؟ سلوك تصرفات. السلوك الظاهر هو الأكل، الشرب، المشي، النوم، اليقظة، هذا كله شو؟ هاي كله سلوك ظاهر أنت بتشوفه، والشخص نفسه بشوفه على حاله. إذا السلوك الظاهر هو ما يلاحظه الشخص نفسه أو الشخص أو عدة أشخاص آخرين بيلاحظوا عليه هذا السلوك الباطن. السلوك الباطن شو هو؟ السلوك الباطن أو الخفي كالعمليات العقلية المختلفة أو العمليات الانفعالية كالانفعالات والعواطف والتفكير والتخيل والتذكر. وهون فقط هو الشخص نفسه بيلاحظه على نفسه. يعني انا عم بدي اجي عمال افكر بعمليه حسابيه جمع وطرح، انا بشعر وبعرف انه انا عم بقوم بشو؟ بسلوك هو الحساب الذهني. طيب بس انت بارك ما قابلي ما بتعرف. بس السلوك الباطن مين بيلاحظه عليه؟ بيلاحظه فقط الشخص نفسه بيلاحظ هذا السلوك. او مثلا انا حزين، الحزن في الداخلي انت ما عم تلاحظ عليه حزين. إذا عندنا السلوك الظاهر، عن السلوك الباطن أو الخفي، عن السلوك الفطري. شو هو السلوك الفطري؟ الذي يزود به الإنسان عند خروجه إلى حياة، كتناول الطعام وعملية الرضاعة والمص أو العدوانية أو الأمومة. هي كلها سلوك فطري مع نشأة هذا الإنسان أو هذا الفرد، وهي تجي يعني فطريا. هو الطفل رأسا مباشرة بيقوم بعملية المص الثدي وإخراج الحليب، هي شيء فطري ما تعلمه، يعني ما حدا بعلمه إياها. أو ممكن هذا الشخص عدواني بطبعه من هو من الصغر، هذا شيء فطري. السلوك المكتسب الذي يكتسبه الإنسان ويتعلمه من واقعه الاجتماعي الذي يتم تنشئته عليه، ويتم من خلاله اكتساب المعرفة والتعلم وبناء الأسرة والتعامل مع الآخرين وظروف أخرى عديدة. إذا السلوك المكتسب، أي تصرف، أي حركة، أي سلوك، أي سلوك هذا الشخص قام باكتسابه أو أخده نتيجة من المعارف، الأصدقاء، أو نتيجة البيئة اللي عايش فيها، نتيجة البيئة اللي عايش فيها، فهو سلوك مكتسب. سلوك مكتسب. السلوك السوي الذي يتفق مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. ومن المعروف أن الدراسات في علم النفس شأنها شأن العلوم الطبيعية والاجتماعية تسعى جاهدة لوصف الظاهرة الخاصة بالسلوك، حيث تقوم بالتوصل للمبادئ والقوانين العامة التي تفسر ضروب السلوك الإنساني بمختلف أنواعه. إذا أن السلوك، شو هو تعريف السلوك السوي؟ السلوك السوي الذي يتفق مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. يعني ممكن في مجتمع ما شخص عم يتصرف تصرف هذا بالنسبة لهذا المجتمع هذا سلوك سوي عادي، أما في مجتمع آخر فهو سلوك شاذ. يعني في مجتمع، نفرض في مجتمع مناطق الساحل، في مجتمع مناطق الساحل عندما يخرج مثلا رجل بشورت لنفرض، تمام، بيتمشى في الشوارع، في شوارع المدينة، سلوك عادي هذا المجتمع، ضمن هذا المجتمع سلوك سوي. طيب عندما هذا الشخص نفسه راح غير مجتمع، راح غير مجتمع مدني وبعيد عن مناطق الساحلية، بعيد عن البحر، يلبس شورت ويمشي في الشارع، هذا سلوك منحرف، سلوك شاذ، مع أنه هذا التصرف ونفس الشخص نفس التصرف، ولكن شو؟ اختلفت العادات واختلفت التقاليد. انتهت المحاضرة لهون. في أي سؤال قبل ما يخلص الوقت؟ لأنه راح يخلص الوقت.
الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يجزيك كل خير دكتور. الله يسلمكم، الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله تعالى.